أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حقيقة دخول السجين توفيق بوعشرين المعتقل بالسجن المحلي عين برجة في إضراب عن الطعام. وحسب بلاغ للمندوبية توصلت قناة شوف تيفي بنسخة منه، فإن السجين المذكور أعلن بإشعار كتابي دخوله في إضراب عن الطعام صباح يوم الاثنين 2 دجنبر 2019 للحصول على وضع خاص بالمؤسسة في تمييز تام عن باقي السجناء، مضيفة أنه في عشية نفس اليوم تراجع عن إشعاره معلنا بإشعار كتابي آخر فكه الإضراب عن الطعام الذي أعلن الدخول فيه وتناول حينها طعامه واستلم بعد ذلك وجباته الغذائية بانتظام، كما اقتنى مواد غذائية أخرى من مقتصدية المؤسسة. وأشارت إلى أنه رغم فك المعني بالأمر للإضراب عن الطعام الذي لم يدم إلا سويعات قليلة، إلا أن بعض المواقع الإلكترونية استمرت في الترويج للإضراب عن الطعام المزعوم والأدهى، والأنكى من ذلك أن بعض الشخصيات العمومية نشدت السجين المعني بفك إضرابه المزعوم عن الطعام الذي أشعر به إدارة المؤسسة ولم يدخل فيه فعلياً.